اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني الكابتن الكبير كابتن هشام زكريا المدير الفني السابق لنادي الجونه. منور الدنيا يعني. نورك مبسوط ان انت معايا. ده انا اسعد، ربنا يعزك. كنت بحب اتفرج عليك كمدرب وبحب اتفرج على دماغك في الملعب كمدرب، لكن مش عارف اقول لك ايه والله. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش هقول انا كلمتك على فكره، ما رضيتش اقول لك قبل. لو انا كلمتك عشان اقول لك ما تزعلش في التليفون، بس انت كنت قافل تليفونك بعد مباراه الجونه الاخيره. عشان اقول لك ما تزعلش، وده الطبيعه بتاعت الكوره في مصر، وما تزعلش. بس يعني الحمد لله. كابتن ميدو، عارف الحمد لله انا دخلت الجونه بكل احترام وخارجين بكل احترام. منظومه محترمه جدا. حتى لما خدت قرار ان انا اقدم استقالتي، الناس كانوا متمسكين بشكل كبير جدا، ولكن انا ليا مفهوم مهم جدا جدا جدا، انك تبقى مقتنع باسلوبي. دي اول حاجه عشان نبدا نشتغل مع بعض، تكون مقتنع باسلوبي. اجي في وقت احس ان انت مش مقتنع بالاسلوب ده، دي ممكن تضايقني شويه. لازم تتضايق. لازم اتضايق. انا بمنهجيه شغال بيها باول سيزون. الحمد لله عملنا اداء محترم جدا، كان باين. احنا مش الفرقه، ولا اهلي ولا زمالك ولا سموحه ولا المقاصه ولا الفرق اللي عندها دكه كبيره. الاصابات اللي حصلت لنا كانت كوارث. الوقف كمان حصل لنا في ماتشات مهمه، كانت زي الزمالك، زي المقاصه، زي انبي. ولكن الحمد لله تعاملنا بالمشروع بشكل جيد جدا. كمان كان معايا في المشروع بيساعدني بشكل كبير جدا نادر شوقي، ده من الناس اللي انا بشتغل معاها باريحيه كبيره. راجل مدير رياضي بمعنى الكلمه. ويمكن ده، يمكن حضرتك قلت لحضرتك ان هو سبب رئيسي ان خلاني ارجع تاني اشتغل ممتاز بيه. يعني لو حتى غير نادر انا ما كنتش هنزل تاني. مش تقليدا من شان الممتاز بيه، ولكن مش اي حد يشتغل في ممتاز بيه، صعبه جدا. وانا عارف ان حضرتك لعبت في الدرجه دي. درجه صعبه شرسه، كمان مجموعه الصعيد دي من اشرس واقوى المجاميع. يعني الحقيقة. اي بقول لحضرتك، اي فرقه من بحر، اي فرقه من القاهره تروح تلعب هناك ما تستحملش. دي حقيقه، لان الشراسه اللعيب بتاع ابلي صعبه جدا. هناك كمان الاراضي صعبه جدا. الملاعب صعبه جدا. فالموضوع صعب. لكن النادي قدر يقنعني، وقدر يقنعني بالمشروع اللي احنا كنا متفقين المشروع بشكل جيد على 3 سنين. ولكن الحمد لله رب العالمين انا مقتنع باسلوبك. عارف لما ربنا يديلك احسان ظن بالله، ان انت ربنا وفاك، مقتنع بشغلك ومقتنع باسلوبك. فاوعى تحيد، واي حد ممكن تغير عن الاسلوب بتاعك. جميل. انا اسلوبي من ساعه ما اشتغلت في الجونه دفاع متقدم. الدفاع المتقدم ده بالنسبه لي هو اللي بشتغل عليه من ساعه ما مسكت في وادي دجله. يمكن حصل تغيير بعض الحاجات، بعض حاجات الشغل، عشان طبعا انت عارف التطوير بتاع الشغل، كل يوم في شغل جديد. اكيد. ولكن ده حاجه انت مقتنع بيها تشتغل بيها. الحمد لله الامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا، ولحد ما انا مقدم استقالتي عارف ان الفرقه هتبقى في مكانه كويسه، لان انت داخل عليك يناير هتجيب استثماراتك بشكل جيد. كان عندك 9 اماكن، ودي ما كانتش موجوده عند اي عندي فرقه. لما يكون عندك 9 اماكن غير دلوقتي، ان هم كمان فتحوا كمان القصه بتاعت الاعارات، تعير اللي انت عايزه وتجيب اللي انت عايزه. كان ساعتها عندك 9 اماكن تقدر تشتغل بشكل جيد جدا. عندك بفضل الله عز وجل الدور الثاني هتشتغل 12 ماتش من 17 ماتش على الارض. عندك يعني انا العب كل ماتشاتي بره. يعني انا سايب بعد ماتش الزمالك، فاضل في الدور الاولاني اسماعيلي، اهلي. انت الدور الثاني عندك 12 ماتش على الارض. فدي كبيره جدا جدا، ان انت دي حاجات من الحاجات برضو اللي الاصابات فرقت معاك كتير. ولكن الحمد لله احنا الحمد لله يوم ما سالت الناس كانوا متمسكين بشكل كبير جدا. ولكن انا احب دايما اشيل حرج عن نادر. لان نادر بالنسبه لي مش انا ضد الفكره دي. ما انا جاي لك. قول. نادر بالنسبه لي مش مجرد مدير مشروع او مدير نادي. ده اخ. عشره. اشتغلنا مع بعض 12 سنه. فانا ما احبش حد يبص له بصه مش ظريفه. ان لا هشام، ما هو انت النهارده مقتنع، بعد كده ممكن النهارده واحد مش ظريف عشان هم اصحاب. انا ما احبش الكلمه دي ابدا. انا عايز اشيل الحرج. نقي اللي انت عايزه، هات اللي انت عايزه. عندك اريحيه كبيره جدا، عندك فرقه محترمه بشكل جيد جدا. عندك المعطيات اللي انت تتفنجها. ويمكن انا قلت الكلام ده في 3 4 مرات. يا جماعه ان شاء الله باذن الله تعالى الجونه في العشره الاوائل. احسن ظن بالله وثقه بالله ان عندك فرقه محترمه، اشتغل بشكل جيد. عندك دخل عليك يناير 12 ماتش على ارضك. المقاومات كلها بتقول لك انت عندك كده. وانت كنت ماشي بشكل كويس، بس كان في سوء توفيق وكان في اخطاء كانت بعيد عنك. مش عايز اقول اخطاء تحكيميه. لا هقول غير الاخطاء التحكيميه. يعني انا ما بحبش ادخل، لكن ده حصل. ولكن اقول دي بشر، ووارد ان هم يغلطوا زي ما احنا بنغلط. مين فينا ما بيغلطش؟ وارد. ولكن مهم جدا 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 ان القصه دي بيبقى فيها فهم. انت فرقه صعبه، خلي احلامك على القد. خلي احلامك النهارده
ان شاء الله السنه دي احنا من 10 اوائل او من 12 اوائل، السنه الجايه اقدر في استراتيجيه يبقى بالزبط. في وفي درجات اقدر اطلع فيها، الاستراتيجيه يبقى فيها يعني السلم ده ما بتطلعش او ما بتطلعش مره واحده كابتن ميدو. اكيد طبعا. ثانيا انت بص النهارده انت عملت فرقه كويسه ولكن كان عندك دقه ضعيفه، لان النهارده الاستثمارات بتاعتنا كانت السنه دي كلها كابتن ميدو على اللعيبه الفري واللعيبه اللي تم سوري يعني الناس بتزعل، بس دي اللعيبه اللي تم الاستغناء عنهم من انديه. تمام. احنا ما جبناش ما اشتريناش لعيب، ما رحناش النهارده دخلنا في مزادات، بالذات كمان المزادات السنه دي صعبه جدا. انت شايف الاسعار رايحه فين؟ اللعيب النهارده ب 10 بقى فجاه بقى ب 200 مش ب 100، بقى ضرب في 20، فالنهارده انت في السوق هتبقى اكيد خسران. فانت ظروفك لازم تشتغل على كده، واشتغلنا على كده الحمد لله وربنا وفقنا وكرمنا وعملنا تيم كبير، ولكن هي الدكه كانت لان برضو انت مش هتقدر تكسب كل حاجه. ولكن احنا كنا برضو انا والنادي كنا متوقعين حتى الاصابات هتبقى في الماتش ال 12 الماتش ال 13. احنا الماتش الثامن اللي هو كان الاتحاد او التاسع اللي هو اتصاب فيه اثنين، جده كان كسر جمجمه، شبراوي كان رباط صليبي، اسلام رشدي كانت مشكله مش عارف مش فاكر كانت اصابته ايه، فقدت الخط الامامي بتاع كله. بالظبط. كمان في كارثه يا كابتن ميدو الناس ما بتتخيلهاش، انت النهارده التوب فورم بتاعك بيوصل ابتديك بعد الماتشات، لما تيجي النهارده كل شويه وقف 12 يوم وقف 15 يوم لازم تدي راحه استجمام وبعد كده تبدا من صفر عشان خاطر تبدا تشتغل تاني، غير لما يكون عندك جدول مستمر. جدول خلي بالك انا ماسك نفسي بالعافيه. لا بس انا عشان مقدم انا يعني مش انا مش قادر اتكلم. فانت انا بكلم واحد لعيب كوره فهمني كويس قوي. انت عارف يا كابتن المشكله في ايه؟ المشكلة ان انت لو اشتغلت بشكل احترافي مش هتنجح. طب اشتغل بايه؟ تخيل مش هنعرف نشتغل كده. تخيل المصيبة اللي احنا فيها. انا المفروض ما اقولش كده بس انا عشان انا عارف قد ايه انت شخص مجتهد جدا وعندك شخصية، واسالك في اسئلة بعد كده كتير عشان السادة المشاهدين اللي عايزين يعرفوا شخصية الكابتن هشام زكريا، لكن تشتغل باحترافية هقول لك ليه لا، هقول لك هتفشل ليه، لان انت مفيش عندك جدول ثابت، مفيش عندك رؤيه ممكن اتحاد الكوره يعمل ايه في المباريات، لان هم كمان عندهم ارتباطات بتجيلهم في ثانيه، فعارف كل ما تطلع فوق كده هتلاقي الدنيا ملخبطه فبتحط عليك انت. وفي حاجه تانية اصعب. اتفضل. واحنا ما بنجيش ناحيتها. لما بنشتغل باحترافيه يقول لك ده شديد. شديد وشادد دايما وعصبي انا كنت اسالك سؤال عصبي ده بس انت ماشي. ما بجيبها لك صراحه. مجرد بس بقول لي ميدو. ميدو احنا عندنا 1 2 3 4 لن نحيد عن 1 2 3 4 دي مشكله. لا دي احترافيه لازم تخش كده ولازم تخش كده ولازم في هنا كارثه كبيره يا كابتن ميدو، كارثه كبيره بقول لك عليها بقى دلوقتي. اسف. لازم اللعيب يحبك. انا ما عنديش المنطق ده ابدا ولا عمري هشتغل بيه ولا هشتغل بيه. طب انا استنى بس عشان بس ناكد على كلامك. اتفضل. عشان ناكد على كلامك لان انا كنت بمسك مراحل مختلفه في الناشئين في امبي او بتروجيت، انا كنت بعلم الولد قلت له انا مش عايزك تحب زميلك ولا تحبني، انا عايزك تحب نفسك انت بس. حب نفسك هتلاقي زميلك بيحب نفسه هتلاقي المجموعه مكتمله، انا مش عايزك تحبني ولا انت ولازم احبك. طب هو لو حب نفسه يا كابتن ميدو هيعرف ينام امتى؟ هيعرف كل حاجه. هياكل امتى؟ هيشرب. ثانيا انا كنت بزيد عليه حاجه دي. حب الكيان. حب النادي اللي لازم. هو انت محترف فيه وبتشتغل فيه. بالظبط. النهارده لحد النهارده اللعيب بيقول لك انا رايح اتمرن او رايح العب كوره او يا حبيبي لا انت رايح شغل. بالظبط. ده شغل. بالظبط. بتاخد عليه اجر كبير. بتلاقي النهارده لما تيجي تقعد النهارده مع لعيب، يعني انا في لعيب تقعد تمضي معاها وتتكلم معاها وانا يعني 90% من اللعيبه كنت بقعد دايما معاهم، تلاقي الكلام وفق على الاحترافيه وعلى الالتزام وعلى حاجه كبيره جدا. مجرد مضى وخد القسط بتاعه او خد نسبه من الفلوس خلاص ده اخر طموحه، الموضوع انتهى. ما عندوش اصرار ان انا قاتل، ان اللي جاي اهم، ان اللي جاي ممكن اللي انا خدته ده ممكن اخد قده خلال سيزون او اتنين، قده اربع خمس ست مرات في وجود الفلوس الكتير اللي احنا عمالين نرفع بيها اجور اللعيبه، واحنا بعد كده اول ناس كانديه هنتضر منها لان انت مش هتعرف هيحصل لك تقدير. طب استاذنك هنرجع نكمل الكلام ده بس معايا طبعا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. حاج عامر كل سنه وحضرتك طيب ودايما بتنورني هنا في الاهلي. الله يخليك يا كابتن حميد ودايما موفق كده ان شاء الله وبارك لك على البرنامج الجميل بتاعك. ربنا يخليك يا رب. معايا كابتن هشام زكريا. طبعا بكلم عليه طبعا وهو ما صبرش على نفسه شويه. لسه كنت بكلمه والله. انا في بدايه الموسم بيلعبوا كوره جميله جدا الحقيقه وكانت من المباريات المشوقه جدا.
انما بقى هو ما صبرش شويه يعني، كان عايز يبقى عنده طولة بال شويه. كتر خيرك يا كابتن عامر، كتر خيرك. حاج عامر، دخلنا في موضوع كبير جدا، تنظيم او طلب تنظيم مصر لاستضافه كاس امم افريقيا 2019، اكيد هيبقى ليها مردود ايجابي علينا في كل المناحي. كنت لسه بتكلم مع المهندس احمد مجاهد، لكن طبعا اكلم حضرتك في الناحيه التنظيميه، عندك حاجات كتير جدا يا حاج عامر مش عارف هتعمل فيها ايه. طبعا هو الموسم ده يعني الاتحاد الافريقي الموسم استثنائي، فطلع استثنائي اكتر شويه يعني، استثنائي استثنائي اكتر من استثنائي، لان طبعا حضرتك عارف وشفت النادي الاهلي هيلعب حوالي 65 مباراه في الموسم وثلثين في موسم واحد، البطوله بتبتدي قبل ما تنتهي القديمه بتاعت الكونفدراليه بالظبط. المنتخب الوطني عنده 5 لقاءات رسميه في الاجنده، عندنا البطوله العربيه وعندنا بطوله امم افريقيا لاول مره تتعمل في الصيف، فكل ده اتعمل في موسم واحد. طبعا ما كانش في تنظيم جيد الحقيقه من الاتحاد الافريقي، كان لازم من الحاجات الاستثنائيه ما تبقاش في موسم واحد، نعملها على مرحلتين. انما على كلنا احنا قلنا ان ده برضو موسم استثنائي محلي، لان الامور احنا شرحناها لكل الانديه قبل بدايه الموسم في 18 نادي، وشرحت لهم كل المؤجلات اللي هتحصل، وقلنا لهم ان الانديه ممكن هتوصل ل 65 مباراه خاصه النادي الاهلي والمصري اللي هم مكملين في الموسم الماضي، وشرحت لهم كل الظروف اللي احنا بتقابلنا دلوقتي. فالامور ديت بالنسبه لي عاديه، انما اللي جد طبعا في امم افريقيا ان احنا كان الاتحاد رفض ان هو يقدم طلب، لان كان المرشح لها المغرب، فما رضاش الكابتن هاني ان هو ينافس دوله زي المغرب في بالظبط بالظبط بالظبط. انما طبعا لما حصل الجديد والمغرب مش هتقدم، فطبعا اكيد الاتحاد الافريقي مش هيلاقي دوله عندها امكانيات زي مصر، خاصة ان دي اول مرة تبقى 24 دولة، فالعدد كبير جدا. انما احنا عندنا من الملاعب ومن الكوادر ان احنا نقدر ننظم البطولة ديت بشيء من التنظيم الداخلي، علشان الملاعب اللي نقدر نسكن الملاعب اللي عليها مباراة الدوري المحلي قبل البطولة بفترة، ان احنا نعمل صيانة للملاعب اللي هيتلعب عليها المباراة الرسمية. خاصة ان احنا عندنا ملاعب مقفولة لازم تتفتح زي استاد القاهرة والكلية الحربية ما بتلعبش عليه، الدفاع الجوي النادي واحد اللي بيلعب عليه نادي بيراميدز وعملوه على اعلى مستوى الحقيقة، جاهز ان احنا بنلعب الدوري الضغط كله على استاد السلام واستاد بترو سبورت. اسكندرية عندنا 3 ملاعب، 3 استادات، استاد الجيش برج العرب واستاد اسكندرية واستاد حرس الحدود، فبالتالي ممكن مباراة الاندية اللي بتلعب في اسكندرية تبقى على الاستاد من 3 اللي هو مش هيبقى عليهم المباريات. عندنا في السويس عندنا ملعبين كويسين جدا، وفي الاسماعيليه عندنا ملعب ممكن يتوضب يبقى كويس، والاستاد بورسعيد عندنا الملاعب موجوده، والاهم ان احنا عندنا الكوادر، وان الكابتن هاني اللي كان رئيس اللجنه العليا بتاعنا في امم افريقيا في 2006 وكاس العالم للشباب 2009، طبعا حافظ خلاص الموضوع التنظيم دوت، وعارف الكوادر كلها اللي ممكن في الوقت زي ده تنجح البطوله. هو احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجه بنعملها يا حاج عامر والله. والله احنا عندنا كل الامكانيات يا حبيبي. احنا لما بنكون عايزين نعمل بنعمل. بنشتغل في الحته بتاعته بس. بالظبط بالظبط. يعني عايز تفرغ لشغله اكيد هنعمل احسن حاجه، لان ربنا مدينا كل الامكانيات الحقيقه. والله فعلا. الجو والخير وكل حاجه الحقيقه. انما الامور احنا بنقعد نحارب نفسنا ونضيع وقت، فالامور دي هي اللي بتعطلنا بس شويه. والله يا حاج عامر كلامك احنا اتكلمنا فيه، بس مين بيسمع بقى فعلا؟ لو كل واحد يعني اختص بناحيه معينه هتلاقي الدنيا ماشيه كويس جدا، وانا متاكد زي ما بكلم حضرتك كده ان المصريين عموما لما بيحبوا يعملوا حاجه بيعملوها، لكن ما تفهمش في حاجه كده مفقوده يا حاج عامر. طب هتعمل ايه في الدوري، وهتعمل ايه في افريقيا، وهتعمل ايه في موضوع الجمهور؟ مواضيع كتير جدا هتبقى يعني هتشغلك. عندنا مشاكل كتير، طبعا عندنا مشاكل كتير خاصه في المباريات اللي فيها الانديه، عندنا الانديه المصريه لسه الامور مش طبيعيه طبعا، تماما حضرتك شايف المباراه المصري والداخليه قعدنا يومين اتصالات وتليفونات، وفتحنا استاد هيئه القناه عشان نقدر نلعب المباراه، لان النادي الاهلي فاجئنا على ان بيعمل صيانه للملعب 5 6 ايام. والناحيه الثانيه عندنا لسه في مباراه، وانا بتكلم حتى دلوقتي عندنا مباراه مشكله كبيره، نادي الزمالك في بطوله افريقيا، ان البطوله المباراه كانت المفروض في القاهره، وبعدين يوم الاربعاء اتنقلت امنيا، اتنقلت في اسكندريه، والاتحاد الافريقي بعت النهارده رفض انها تتعمل في اسكندريه، لان نادي الزمالك او اتحاد الكوره او الامن بعت متاخر نقل المباراه، والنادي الثاني مش موافق،
التشادي. النادي التشادي اللي مش موافق؟ اه الفريق هيلعب نادي الزمالك. اه ما انا عارف اللي هو القطن. هلا فيكي بعت ان احنا اتاخرنا في الوقت ان نختار تغيير الملعب. فاختاروا برج العرب. فطبعا تمام. احنا دلوقتي في مأزق، التذاكر مطبوعه والدعاوي، وكنا في اجتماع الامن لغايه الساعه 5 ومفيش قرار دلوقتي، محدش قادر يحدد المباراه فين. طب التذاكر اتختمت على اسكندريه ومن مديريه امن اسكندريه ومن الشباب والرياضه باسكندريه، والفرقة الزمالك موجوده في اسكندريه والفرقه الثانيه مش عايزه تيجي اسكندريه، قاعده في القاهره. الاتحاد الافريقي رافض المباراه طبعا، لان لازم الفرقه توافق او والله تطلب طلبات معينه لازم حد يلبها لها، يعني خميس المباراه السبت. اكيد من المشاكل اكيد طبعا اللي بتقابلنا المشاكل الثانيه، وانا بحط النهارده المؤجلات. وحضرتك شفت اللغط قد ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. المؤجلات وانا بعملها عشان خاطر النادي الاهلي والمباريات الضعيفه والمباريات القويه، وطلع كل الكلام ده طبعا كلام وهمي، وجبت لهم امثله في 2016 لما الزمالك وصل النهائي. يا حاج عامر انت لسه بتصدق يا حاج عامر؟ والله يا كابتن حميد، يعني للاسف كمان ايه، يعني الناس بتزايد على النادي بتاعه وعلى جمهورها. ما فيش مسؤول من نادي الزمالك او نادي بيراميدز طلع اشتكى من اي حاجه من دي، يعني ما فيش مسؤول طلع قال لك لا ده غلط او ده احنا ظلمنا. فتلاقي الناس اللي هي عايزه بقى تاخد بونت او فاكره ان جمهور الزمالك يعني هيبقى معجب بيها جدا، فيطلع يقول حاجات غريبه جدا. لو قلت لهم حاجه واحده، قارنوا بين 2016 و2018. 2016 الزمالك وصل النهائي نفس وضع النادي الاهلي. شوف البطوله دي بدات امتى، في شهر ايه، ودي بدات في شهر ايه. شوف الترجي التونسي اللي بيتقارنوا بيه، البطوله عندهم بدات في شهر ايه. فطبيعي ان المؤجلات ثلاثه بالظبط. دوري التونسي 14 نادي، احنا 18 نادي، يعني امور مختلفه كثيره جدا. قلت لهم ان احنا، قال لك كل المباريات بتاعت الاهلي المؤجله بتلعب في القاهره. طب احنا عندنا 12 نادي بيلعبوا في القاهره، وده عمرها ما حصل في اي حته في العالم ان 12 نادي بيبقوا محافظه واحده او بيلعبوا في محافظه واحده. طب انا اجيب للنادي الاهلي انديه من بره القاهره منين عشان اللعيبه المؤجلات بتاعتها؟ يا حاج حضرتك ياما سمعت ده. انا افتكر لك افتكر لك جمله لما قال لك احنا عايزين، حد طلع قال احنا عايزين مساواه زي الاهلي، انتوا مأجلين له ماتشات. افتكر لك جمله قلت لهم انت الاهلي هيعاني من كتر المؤجلات بعد كده، وفعلا الاهلي بيعاني بدري. اي تأجيل بيبقى ضرر على اللي بيتأجلوا المباريات، لان ده ضغط غير طبيعي، ضغط بدني وضغط عصبي. كابتن هشام طبعا عارف الكلام ده كله. اكيد احنا كنا بنتكلم انا وكابتن هشام قبل ما حضرتك تدخل معانا. معلش يا حاج انت عارف الموضوع ده، عارف يعني رخم قوي ومن زمان قوي، اكيد حضرتك اتحودت على الكلام ده يعني. عارف انت حضرتك يعني بتعمل ايه يا كابتن حميد وانت في فرق بينك وبين المنافس 16 نقطة وانت بتحاول تحصله او تقرب منه. بالظبط بالظبط، ضغط كبير جدا، ضغط كبير جدا. اكيد اكيد. تلعب مباراة في شهر منهم اثنين في افريقيا، وتلعب 14 بعدين هيلعب 17 الاهلي بعدين يسافر واحد كتير. ده كتير ده كتير اثيوبيا كل ده وانا بجامد، يعني حاجه غريبه جدا. ده احنا بنسمع الكلام ده بنجهد احنا والله، واحنا في الاستوديو اصلا. الله يكون في عون اللعيبه، والله يكون في عون الجهاز الفني من كتر الضغوطات. انا مش عايز اطول عليك يا حاج عامر، لكن لو حضرتك تقول لي الاهلي والزمالك الماتش المؤجل ده ممكن تلعبه امتى؟ السوبر بين الاهلي والزمالك ممكن يتلعب امتى؟ ولا لسه مش حاطط لهم السكيل؟ بقول لحضرتك انا بقالي طالع من دلوقتي اكتر من اربع خمس ايام طول الليل عمال عشان اوفر يوم وهنا اوفر يوم، وهتلاقي في الجدول اللي انا طالع ان في مباراتين انا مقدمهم عن ميعادهم بالظبط عشان افضي لفرقتين هيلعبوا فرق من المشاركه افريقيا عندهم مشاركات افريقيه مؤجلات جديده عشان افضيها في الميعاد اللي يناسب الفرق المشاركه افريقيا. ده انت بتلعب شطرنج يا حاج عامر والله العظيم، ده شطرنج. فانا الساعه 1:30 الظهر انا جاي اعلن الجدول، فانا كنت حاطط مباراه الزمالك والاهلي في وقت مناسب جدا للاثنين اللي هو بعد بطوله افريقيا عندهم 18 او 19، فالزمالك ممكن يلعب متاخر عن الاهلي يوم. قلت العب 25 يوم عطله ويوم عيد ويوم مناسب يوم جمعه، بيبقى الامن بيبقى مرتاح اكتر في استاد الجيش وبرج العرب، يقفل الطريق ما يبقاش فيه شركات طالعه. انما طبعا لقيت زمزقه من اللي وصلت من الناحيه الامنيه ان يوم 25 بيبقى فيه احتفالات، فبالتالي طبعا ما اقدرش العب المباراه يوم 24 اقدمه يوم، وما اقدرش اعمله 26 لان 24 ممكن الزمالك يجي متاخر لانه هيلعب الماتش الثاني بره في الوقت دوت. فيوم 26 الاهلي عنده مباراه 28 عشان عنده ارتباط بعد كده، فما اقدرش العبه 26 و28، فاضطريت ان انا اعمل يوم 24 المقاصه والاهلي والزمالك وبيراميدز في يوم واحد. لعبت الاربع انديه اللي بيلعبوا في افريقيا في يوم واحد اللي هو يوم 24 اللي ده الوحيد المناسب بالنسبه لهم. جيت احط مباراه المقاصه والاهلي، المفروض اتعمل في السويس، لقيت مباراه بتروجيتو والاسماعيلي هي في اليوم ده في السويس، انت متخيل؟ ما ينفعش المباراتين، فرحت وديته على استاد الجيش وبرج العرب. يعني في حاجات ظروف كثيره
عندنا اعياد في شهر 12 24 25 ما نلعبش فيها، في شهر يناير يوم 6 ويوم 7 ما نلعبش في الاثنين دول، يوم 31 12 ما نلعبش فيه، فعندنا ظروف وايام. والله وحاجة. والله يا حاج عامر انت صعبان عليا، الناس كلها والله انت صعبان عليا، انا مش عارف اقول لك ايه، ليه ما نلعبش ده قبل ده وما ده مش بعد دوت وحاجات كلها، وده دوري الناس كلها هتلاعب بعض، والدوري احنا عودنا ان في الاخر الاقوى هو اللي بيكسب الدوري، ده مش كاس راجل مغلوب ولا ماتش وهتاخده وتمشي. اكيد يا حاج اكيد. انا يعني انا والله مشفق عليك جدا، وربنا معاك، وربنا يعني يكون في عونك، وان شاء الله ربنا معاك انت تحط جدول كويس وتبقى قد المسؤوليه اللي لسه كمان استضافت كاس امم افريقيا. حاج عامر حسين شكرا جدا لحضرتك على هذا المجهود. انا اسف يا كابتن، متاسف لك. لا لا لا، شفت انت متخيل الدنيا عامله ازاي؟ والله بص انا معاك، بس احنا واقفين على كده من الاول. يعني انا يعني اختلف معاكم شويه، احنا من اول وعارفين ده هيحصل ووافقنا عليه، ومثال الحاج عامر ليه كان كلمه قال انا من اول يوم قلت يا جماعه الموسم السنه دي صعب جدا، قال كده، وبعد اذنكم استحملوني ان انا هلعب ثلاث ايام، في ايام هلعب فيها كل ثلاث ايام كل اربع ايام، قال كده. هو بعد كده برضه طلع قال ان في بعض الانديه ما قالش مين رفض رفض القصه دي، وهي دي في الاخر اللي بوظت له الجدول شويه. ولكن في الاخر احنا لازم نعمل حاجه، لازم في رولز بيتحط احنا كنا بنمشي عليه بنوافق عليه، اجتهاداتنا عليه، عارفين موسم استثنائي، كنا ممكن هو بقى كان ساعتها متهيألي برضه كان ليه راي وكان عاجبني قوي ان احنا بلاش نقنن شويه في الفرق اللي بيشتركوا في افريقيا، ونقنن شويه في الفرق اللي هتشارك في البطوله العربيه على اساس نقدر نظبط الدنيا شويه والدنيا تبقى ماشيه كويس. طبعا عندها كلها رفض. انا فاكر لا انا معاك على فكره، انا مش مختلف معاك ولا مختلف معاك، واحنا قلنا من الاول. فبالتالي هو احنا وصلنا للقصه دي كمان، عارف تغيير بطوله افريقيا دي كمان انت فنشت بطوله افريقيا وبداتها على طول، فدي كمان احنا مش متعودين عليها. فبالتالي هيبقى موسم صعب جدا جدا، واحنا عارفين ان هو قال كمان هيخلص في شهر 8، ودي برضه من الكوارث. هو عندك بطوله افريقيا في شهر 6، ما هي برضه اصل هي هتتلعب بره هتتلعب جوه، في الاخر هي في ليها وقف معين. بس هي قصتها هنا هتختلف في حاجه، لو مثلا منتخب مصر بنلعب بره وسي مثلا منتخب مصر خرج، هيبقى عنده وقت الحاج عامر يبدا دوري على طول. هنا لما هتتلعب هنا عندنا حتى لو منتخب مصر خرج مش هيلعب الدوري، الدوري صعب ان طبعا، فدي طبعا حاجه اصعب طبعا، واكيد برضه هتبقى على دماغه هو طبعا، لان بعد كده في الاخر برضه انت هتخلص في كده، مفيش عندك صيف، مفيش عندك راحه، مفيش عندك عقود اللعيبه مش عارفه تشتغل فيها ازاي، هتجيب مين، هتمشي مين، هتبدأ الراحه امتى، هتبدا الموسم بتاعك امتى، كل ده ملخبط. الحاج عامر اول ما دخل قال لك برضه الكابتن هشام تسرع. انا كويس انك قلت لي الكلمه دي يا كابتن ميدو، انا مش ناسي. فرق ان انا اتسرعت، وفرق ان انا النهارده احس ان انت وده احساس. لا انا عمري ما كنت همشي، وعمري ما كنت هفكر ان انا اسيب النادي، وعمري ما كنت بفكر ان انا اقدم استقالتي، لان عارف كويس جدا وواثق جدا في اللي انا شغال بيه واللي انا مؤسسه بفضل الله عز وجل، انا والمنظومه اللي انا شغال فيها. ولكن لما احس ان في قلق، انا ما بحبش اشتغل في حوالي قلق، لان مهم جدا. هقول لك مثل بسيط، جارسيا مدرب واتفورد، بص انا هجيب لك امثله، بس الظروف دي ناس كتير قوي تعرض لها، منهم ريال مدريد اللي قعد ست ماتشات، ست ماتشات اربعه خساره واثنين تعادل. القصه ان احنا قعدنا مثلا الناس قعدت ترغي في رغي كتير، بقى لنا ست ماتشات وسبع ماتشات بنتعادل اربع ماتشات وضربنا ثلاث ماتشات، ايه المشكله؟ اجي بقى بص، اختلاف العقليات والانظمه. واتفورد الراجل ده بدا نفس البدايه بتاعتنا بالظبط، بدا موسم هايل رائع، كسب ماتشين منهم مش متهيألي كان توتنهام، عمل نتائج رائعه جدا، جه بعد كده راح مغلوب ماتشين ورا بعض، وبعد كده راح متعادل ماتشين، وبعد كده راح مغلوب خمس ماتشات وتعادل ماتش. ايه اللي حصل معاه؟ انا مقتنع ان في مدرب محترم اسباني جارسيا ده من الناس اللي اضافت بيرما ليج الانجليزي، راحوا مجددين معاه اربع سنين ونص، انه يشتغل بنفس النظام بنفس الشكل ويكون السيستم ده ماشي على قطاع الناشئ. انا سابك تقول معلومه، انا عارف. تمام وجميل جدا. لكن احنا هنا اول ما بتلاقي الدنيا اتلخبطت وتلاقي رغي كتير جدا من يعني مش عارف يعني زملاء مدربين ورغي مش عارف ايه والكلام ده كله، اللي عايز يجي ويشتغل وقد الشغل ينزل ويشتغل ورينا. عشان كده انا لما قررت قلت انا سايب فرقه محترمه وسايب فرقه بتأدي بشكل جيد جدا وسايب فرقه عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعارف وضعها ايه، وانا مبسوط، واول واحد باركت الكابتن احمد صدي، لان من الناس كمان يفرق كمان اللي يكمل لك الشغل بتاعك او المسيره بتاعتك، راجل مقتنع
باللي موجود باللي حصل، غير ما واحد يجي الكلمتين بتوع بقى ايه الانظمه بتاعت المدرب بتاعه. لا 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 مش سلبيات، مش هقول كده بس دي مش اللعيبه بتاعتي، فابداوا حاسبوني مش عارف ايه، مش انا اللي جايب اللعيبه، اللي هم بالاخر بتوع السبوه، اللي هم بتوع اكل العيش. وفي الاخر انت عملت ايه؟ نجيب بسيطه جدا، بيدي امثله، الكره توفيق، وهقول لك مثال بسيط جدا. احسن اثنين ماشيين بشكل جيد دلوقتي في الدوري اثنين، طارق العاشري عماد النحاس، صح؟ صح. طارق العاشري كان ماشي كويس جدا بالحدود، خرج مع اهلي بنغازي اشتغل بشكل جيد جدا، اشتغل في انبي ما كانش موفق تماما، راح المقاولين ما كانش موفق تماما، اشتغل في الحدود اشتغل بشكل جيد جدا. القصه فيها توفيق، لكن انا النهارده هلعب بس انا ضدك، هقلل القصه دي في قصه التوفيق. التوفيق مطلوب طبعا. لا 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 انا جاي لك، انا لسه جاي لك اهو. اوكي ماشي. هل هقلل من شان ان طارق العاشري مدرب وحش او كويس؟ انا ما اعرفش. لا هيجي مدرب كويس وادى امثله كبيره. هل هقلل من عماد النحاس انه مدرب؟ لا مدرب كويس صحيح، كان في تجربه في الرجاء، كان تجربه في طنطا، كان في تجربه في اسوان، ما وفقش، بس في الاخر وفي الاول انت بتاخد الاسباب بتاعتك، اهم حاجه ان انا النهارده ما اتوكلش. يحصل توكل على ربنا، بس خدت كل الاسباب ان انا من خلالها انجح، لكن في ساعات بيحصل التوفيق، والتوفيق ده الحمد لله ادانا على قد اجتهادنا في اول السيزون. اللي انا عايز اقوله لك، لا ما ينفعش انام واقول التوفيق. بالظبط. لا ما انا عارف انا قصدك ايه بالزبط. لكن لا انت اجتهدت وعملت كل اللي عليك بالزبط. لكن ده ما قللش ان عماد النحاس مدرب محترم، ما قللش من طارق العاشري مدرب محترم، ولكن في وقت التوفيق، ولكن امتى بقى اسندك في وقت اقول ايه؟ التوفيق بتاعك. لا لا بس احنا مقتنعين بالسيستم. فاهم الكلمه دي؟ طبعا مقتنعين بالشكل، دي اللي اكلمك فيها، مقتنعين بالاداء، ان انا يبقى عندي سيستم بس زي ما انت بتتكلم. انت قلت كلمه جميله جدا لفتت نظري، مشروع. طبعا المشروع ده مشروع زي دجله دلوقتي. لا لا. مشروع. طبعا تكيس عامل حاجه كويسه في جميله. طبعا يعني انا دايما، وانت شفت ماجد سامي بعدها قال ايه؟ انا ماسك الراجل وكان مغلوب 7 ماتشات. بالظبط، مغلوب 7 ماتشات، تجربه حقيقه قدامنا. نختلف، في ناس اختلفت وفي ناس ده، بس احنا بنختلف على طول هنا. احنا مش يعني احنا بس في الاخر ايه؟ الاداره بالظبط خدت تاكيد وقالت الراجل ده شغال، وفي دعم في الدعم والاقناع وشغالين ومقتنعين باللي هو بيعمله كده. والكلام ده هنعمله على السيستم، هو ده الاقتناع. انا شلت الحرج في القصه دي لان حسيت ان نادر كمان بقى مضغوط. انت يعني اكيد كنت ادرى مننا، لان طبعًا انا بقول لك انا حسيت ان نادر بقى مضغوط. مش نادر، لا يعني القصه يا جماعه افهموا، ما معلش احنا لما جبت هشام ما كانش عشان صاحبي. هو انا جبت هشام عشان خاطر انا مقتنع في المشروع ده ان هشام هو اللي يقدر يأدي لي الكلام ده كله. فانا ما كنتش واحد في ظهري بالشكل ده وراجل مقتنع بيا من 15 سنه، من ساعه ما اشتغلت مدير فني، اذا كان في وادي دجله ولا اذا كان في بلجيكا في ترن اوت، وكان مدير رياضي بمعنى الكلمه. وفي الاخر النهارده لا، انا ما احبش الراجل ده، اشيل عنه اي حرج. لا يا جماعه انا مش هكمل. هو قاعد معايا بعد الماتش. مشكله لما يكون حد صاحبك هو اللي متولي. لا هو مش صاحبي، ده اخويا. لا يعني تبقى مشكله، انت بتبقى محافظ عليه قوي طبعاً كشخص كاسم، وهو برضه بقى محافظ عليك. مشكله والله ما مشكله، بالعكس. لا مشكله، لكن هي النهارده ببساطه جدا قوي يعني. انا متهيالي ان كان النهارده ببساطه جدا نادر كان مستني، والله اعلم انا بتخيل، ودي اللي انا قريتها، ان لا احنا مقتنعين كملوا زي ما انتم ماشيين بالشكل ده. انا متهيالي الكلمه دي ما اتقالتش. وانا بالتالي النهارده لما الاقي نادر قالاني يبقى الكلمه دي ما اتقالتش، يبقى انا لازم انسحب. لكن النهارده انت لو مقتنع بالشكل ده، وبعدين خلي بالك برضه يا كابتن ميدو، انت مش فارق بقالك 14 سنه في الدوري الممتاز، لا ده انت بقالك 3 سنين درجه ثانيه. 3 سنين درجه ثانيه ولسه صاعد. والاستثمارات بتاعتك مش اللي انت جبت فيها، مش زي قبل كده. لا وما دفعتش فيها بالظبط، مش زي قبل كده، ولكن دي حقيقه. مش الملايين الملايين. انت بتتكلم النهارده في لعيبه فري، ولعيبه تم الاستغناء عنهم انديته. فبالتالي انت النهارده قدرت تتكلم بشكل كبير ان الناس الحمد لله بدات تحترمك، وعشان كده كنت مطلع دايما يقول لك بربع ذهب، اقول له لا انا بدور على الاحترام. اول سنه دوري ممتاز بدور على الاحترام، انك كناقد وده الفيل المقبول. انت لو جيت قلت لي انا هطلع من الربع الذهبي، انا مش هصدقك اساسا يعني. انت جاي تضحك عليا، ولكن خلي الطموح موجود. عندنا طموح طبعا، بس هناخده واحده واحده. واحنا لما نيجي نتكلم في الطموح، والله العظيم انا عايز اخد دوري. بالظبط. انا عايز العب بطوله افريقيا، بس اديني الاستثمارات اللي اقدر من خلالها. هو مين هيكره ابني السد ده؟ بالظبط كده، ان انا اطلع بيه. بالظبط. هي القصه لازم تمشي كده. المعطيات بتاعتك عشان تعمل مساله محترمه، بتدي معطياتك. اديت معطياتك هتلاقي مساله كبيره، مساله هندسيه كبيره تقدر تبني بيها بالشكل الجاي. وفي الاخر اقول لك ده اسلوب مهم جدا
مهم جدا انك تكون مقتنع بالاسلوب. ما هو مع احترامنا الكبير جدا جدا للجونه وادارتها طبعا كل التحيه ليهم وكل الشكر ليهم واحترامي، لكن انا بتكلم في المجمل، اللغه اللي بتتكلم بيها دي مش هتمشي في مصر يا حبيب قلبي. لا ازاي والله العظيم مشيت والله. والله لا مشيت في رجلك. لا مشيت في رجلك بس هيجي لك الفتره اللي انت تعمل فيها كده. لا مشيت كل في مرة وبشكل كبير جدا، ومشيت في الجونه بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك من اذا كان نادر او خالد بشاره من الناس اللي انا شايف فيهم الكلام اللي انا بقوله ده، ما لا يقدروا يعملوا المنظومه دي ايوه بشكل كبير جدا. بس لازم يبقى في حد زي ما انت قلت، احنا مقتنعين بالراجل، مقتنعين بالفكره، مقتنعين بالاسلوب، مقتنعين بالاحترافيه. هيحصل الثمار هنجنيها. صدقنا هيحصل يا رب، صدقنا هيحصل. بص هقول لك على حاجه، انا ما يفرقش معايا اقعد في البيت، بس انا يفرق معايا ان انا اكون مقتنع باللي انا بقوله. ولو حسيت ان انا مش مقتنع باللي انا بقوله بالزبط. خلي بالك الكلام بالزبط. ده مش عملته في الجونه، انا عملته في كل الانديه اللي انا اشتغلت فيها. اما لو ما لقيتش الاسلوب بتاعي والمنهج بتاعي بيمشي مع معطيات النادي، لا انا بالظبط بالظبط. عشان كده انا بقول بروح أنا الطريق اللي انا عايزه. عشان كده بقول لك انا نفسي زعلت لما انت مشيت. انا عمال بدعم تكيس ده كل الدعم بصراحه، لان انا عجباني التجربه وعجباني الاصرار الكلام انت بتتكلم فيه. عايز اقول لك انا ما زعلتش في حياتي على فرقه مسكتها قد ما زعلت ان انا سبت الجونه، لان انا بعتبرها بالنسبه لي قريبه قوي لدجله. دجله بس دجله 15 سنه بس هنا الجونه عارف حسينا انا ونادر ان الموضوع كان بتبنوا حاجه جديده وكان عدم كان خلاص يعني جديدة. يا جد يكون الجونه كان بيلغي بالظبط يعني في سنه وكانت دي اخر فرصه. فحسينا ان احنا بنعمل حاجه كبيره قوي زي وادي دجله. فده كان حبنا ليها. وبعدين احنا كمان في مشكله عندي ان انا بشتغل دايما بحب. سوري بولاء. مش عايز اقول حب سوري طبيعه بولاء بطبيعه الانسان يعني انا عمري يعني. ما شجعت مثلا ايه تقول انا اسف يعني في ناس كتير بتقول لي اقول لك على مفاجاه دلوقتي ناس كتير بتقول لي كنت بتكلم على الاهلي بتقول انت اهلاوي انا عايز مفاجاه انا مش اهلاوي والله العظيم انا ما اهلاوي تقولها في وشي كده بقولها لك بس لما يكون عندك نظام ومنظومه بتشتغل باحترام جميل قوي ايه المشكله ان انا اتمسح فيها وايه المشكله ان انا ابقى جنبها وايه المشكله ان انا احاول اكون زيها ايه العيب جميل قوي ولازم تقول النهارده لو انت النهارده معلش ده ديني قال لي كده لما يكون في حاجه كويسه لازم تطلع تتكلم عليها تقول انا نفسي ابقى كذا ونفسي اعمل كذا ونفسي اعمل في نظام وفي سيستم وفي ولا وفي عدم تجويد لو الكلام انت بتتكلمه ده اكتر ما تقول لي انا اهلاوي تخيل بقى لا يعني الكلام انت قلته بعد انا مش اهلاوي اكتر ما تقول لي انا اهلاوي ما هو في حاجه يا ميدو الناس بتفتكر برضو ان انت النهارده بتلاقي حاجه كويسه دايما متعودين ان حاجه كويسه كلنا نهاجمها ونقعد نحذفها ونقعد مش عارف ايه ونقعد الكلام ده كله لما يكون في حاجه كويسه مش عيب ان انا اتمثل بيها ومش عيب ان انا اعرف نظامها بالزبط. كل واحد عارف شغله بالزبط. خلي بالك الجونه نادر كان عامل كده كل واحد عارف شغله دي اللي اتكلم فيها الحاج عامر لو تفتكر الكلام اللي قاله قال لك المشكله ان احنا كل واحد بيتدخل في شغل التاني ودي اكبر حاجه تهد اي حاجه طب ما ممكن اكبرها شويه كبرها شويه يعني بدل ما اقول كله بيتدخل نقول كله بيفرض رايه تدخله بالظبط يبقى هنا في تدخل بالظبط وانا اقول النهارده نادي الاهلي سوري انا اسف برضه نادي الاهلي اتحاد الكوره مهندس انا بريده قامه كبيره وبقرر تاني والكلام ده بقوله انا موجود يقدر عنده فكر كبير النهارده بقى في كابتن شوبير النهارده بقى في كابتن حازم النهارده فينا بقى في ناس تقدر من خلالها تحط كنت شايف حضرتك جايب من شويه كابتن احمد مجاهد يبقى اذا احنا نقدر النهارده مش عايز عشان بقولش انا نسيت حد بس زي ما في الكوادر دي نقدر جدا وانت لسه قايل مش نقدر جدا. يبقى نسيب بقى الكابتن عامر يحط رزق وبعدين ايه انا اسف نادي الاهلي كبير مقاما نادي الزمالك كبير مقاما نادي الاسماعيلي كبير مقاما ولكن قدام الكابتن عامر حسين كل الانديه سواء محدش يضغط عشان انا النهارده جاي في اتحاد الكوره انا سوري انا اهلاوي انا زملكاوي انا اسماعيلاوي انا مش عارف ايه لا هنا منفصل كونفدرالي يعني كونفدرالي منفصل لازم انا هنا كله النظام بيمشي على الكل لازم ولا صوت يعلى ورا اتحاد الكوره والكابتن عامر حسين يبقى كله عارف ان في نظام وسيستم ما نقعدش بقى كل شويه اصل ده تاجله ليه؟ اصل ده مش عارف وبعدين في بقى كارثه عندنا في مصر كلمه انت قلت كلمه جميله جدا لازم اللي هو انا مؤمن بيك ابقى في ظهرك بس وانا يعني موافق حد يبقى في ظهر الحاج عامر وحد يبقى في ظهر اللي في ظهر الحاج عامر وحد يبقى في ظهر الحاج عامر موافق من الاول ما جيش النهارده انا موافق بعد كده غير رايي ثانيا هي دي المنظومه اللي بتدير لازم كلنا نشتغل على الشغل ده بالظبط ونوافق عليها بالزبط. بس في حاجه على العدل لازم عايز الملك بتاعك يبقى متين لازم
العدل. احنا هنقول كلام يخالف كلام ربنا. فالعدل، العدل مع كله، العدل سواسيه. ودي دايما بقولها، بقول النهارده السنه دي الحكام اتظلموا، بس في حكام كويسين وهو مش قادر بس برضه العدل عامل الناس كلها. لازم لازم يعني قاضي، لان هو قراره ممكن يطير جهاز، ممكن يطير حاجات كتير جدا. بص انا واحد، بص انت حضرتك بتقول لي الكلام ده، انا ماتش الزمالك اللي بلعب فيه الزمالك اول دقيقه في اول في اخر دقيقه 44 شيكاتارا راح بانفراد، محمود علاء جايبها بايده. ايوه انا فاكر كارت احمر، انا فاكر ويفرق معاك كتير. ولكن انا بقول انا ما طلعتش قلت لا بشر وما فيش حكام، ما فيش حكام، انا اللي وحش، انا اللي قصرت، ما جبتش. انا بص وانا بره بقول قلت ما ينفعش، ما جبتش حتى كابتن شوبير ساعتها قال جاب سيره التحكيم، مش هجيب سيره التحكيم لان ده بشر، لان برده شايف فيه كتير. بس انت انا شفتك في مواقف كتير بتتجنن في الملعب، انت نزلت الملعب في مره؟ لا ما نزلتش، انا نزلت ماتش بيراميدز. لا مش نزلت، كان بره كنت بقول، وان الناس برده فهمتها غلط قالوا ان انا بزعل. لا انا كنت بقول للكابتن، كان ساعتها كابتن خالد كامل، بقول له ارجوك مش انتوا بتاخدوا كل حقوق، ادوني حقي، ان كان ساعتها كان مش عايز ارجع تاني، كان في ثلاث فاولات كان الماتش خلص بالكلام. انا فاكر، فانا فاكر كل الفاول اللي انت نزلت في الملعب، انت نزلت ابوس الملعب ايدك حاسس. دي حق، لان الفاول ده، الفاول ده هتقول فاول جيب منه الجون جونسون حجمه راح الكره جت تحت، ولكن في الاخر عاوز اقول لك حاجه، الحكم ده ما كنتش فاكره من احسن حكام مصر. حكمني ده اسمراني كده اسمه عبد العزيز، من احسن حكام مصر. انا بقول لحضرتك والله العظيم ده احنا عندنا حكام كويسين، بس ضغوطات يا كابتن، بلاش ضغوطات، بلاش الضغط اللي ملوش اي قيمه. بالظبط، احنا بنتكلم في المصلحه العامه، يعني ما بنتكلمش على اهلي ولا زمالك. هو لو عرف ان هو القاضي وان هو قراره ومفيش حد هيرجع، لازم حد في ظهره. الكلام اللي حضرتك بتتكلم المسند، ادعم ادعم، هتلاقي الشخص بيطلع كل ما هو جميل فيه. أتمنى. لكن انت هتدخلني وانا خايف ومهزوز وخايف اعمل اصفر حد يقول لك اصل مش عارف ايه، مش هيطلع حاجه صح خالص. طبعا عايز اقول لك يا كابتن نيو كاسم، في القصه دي قصه ملاعب مثلا، يعني انا رحت ابلي، رحت ملاعب فظيعه، وقالوا لي الكلام ده موجود برضه في ملاعب ثانيه في بحري، متهيألي بحري النقاره، متهيألي في ملاعب ما ينفعش تلعب فيها كوره. لا ضغيط، ما ينفعش تلعب فيها كوره، الشوك فيها لحد هنا. وبقول لك لجنه المسابقات راحت والحديد حوالين الملعب كده، يعني لو لا قدر الله حد مات بالظبط، بقول لك لجنه المسابقات راحت هناك والامن اداها موافقه. ده اللي بيجننك بقى. ازاي يا جماعه؟ ما يا جماعه احنا بنسمع الناس دي هي اللي بتقول، اللي ما عندوش ملعب كويس تصدق مين؟ اللي نجم صاحب بتقول فيه، او الناس اللي بتروح تشوف الملاعب دي تقول لا اللي ما عندوش ملعب كويس احنا وعنده كل النظم ان اشتغل عليها مش هنديله. وناس ثانيه تقول لك لا ما هو واخدين الموافقه. فما تعرفش، ما تعرفش تصدق مين في القصه. في ادخل في شخصيتك شويه. لا تحت امرك. في المدربين اللي هم اللي بقى لهم شخصيه، بيبقى انا بسميهم شيزوفرينية التدريب. يعني شيزوفرينية التدريب، لان انا لما بدخل الملعب تحس ان انا بقيت شخص ثاني خالص، وانت لازم تقدر كده. أيه. ان انا مدربك، ان انا عندي 1 2 3 4، لو انت نضحك نهزر خلاص انا بقيت دلوقتي انا صاحبك واخوك وكل حاجه. دي من كوارث يا كابتن ميدو. انت كده؟ انا بشخصيتين. ولا انت وحياتك وحياتك تقول لا انا هشام انا عصبي، انا لازم اسيطر على عصبيتي شويه. بص فرق بين عصبي وحماسي. انا ما بحبش اتغلب. وكنت ما بلعب وانا لعيب كنت كده. يعني انا كنت فيرود وكنت بلعب هاف ليفت، كنت بعمل تكالم. يعني كنت بموت نفسي في الملعب، فاحب اللعيب اللي عنده روح، اللعيب المقاتل. جميل. ومتهيألي دي النقطه اللي من خلالها جوزيه جابك النادي الاهلي. كنت ساعتها 34 سنه. 35 35 سنه. اموت هو لازم ولاعيب يكون معايا لعيب بارد. او لعيب ما يحسش بقيمه المنظومه اللي شغال فيها. لعيب مسؤول. فلازم يكون انا مالي النهارده الكلام ده كله. لا دي ممكن تموتني، دي ممكن تحولني ابقى شخص تاني تماما. انا دايما بقول الكلام ده كله، وده خلي بالك 90% من اللعيبه ما تتقبلوش، بس غصب عنه بيتقبلوا، لان انا بمشي السيستم بتاعي. ما بحاولش يعني بره نقلع ملط ونهرج ونزق وزق. بالظبط بالظبط. بص ممكن اعمل اللي انت عايزه، لكن في الملعب هل اللعيب المصري غصب عنه لازم يتقبل كده؟ بس ولو ما تقبلش كده عايز اقول لك على حاجه. يعني كان في ناس تكلمني منهم حبايبي جدا، يعني يقول لي بص فلان، بص اللعيبه مش عارف ايه، اقول له ماشي مفيش مشكله، بص ولو النتائج خدمته في سيزون مش هتخدمه التاني. العلاقه ما تدومش، شغلك وتوفيق ربنا قبل كل حاجه هو اللي دايما. اللعيب واخد معاك منظومه كويسه جدا. انا بلعب ميدو احنا حبايب واصحاب. انا بلعبش ميدو ما بيحبنيش، انا لا 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 ده انا احسن 30,000 مره من اللي بيلعب. عشان كده انا في محاضراتي كلها قلت له اوعى تفتكر ان انت ما بتلعبش عشان اللي في مكانك انت احسن منه. انا واضح الوضوح خلي بالك بيأثر لك الطريق.
فانا بقول له دايما تعالى اقول لك انت عندك مشكله ايه، مشكلتك ايه عشان انت ما بتلعبش، ما تنتظرش تروح لحد تاني، تعالى لي على طول. وانا في نفس الوقت لازم تفهم حاجه، قلت له لما الاقي نفسك تحيد عن الخط لا انا مش عارف حاجه اقول لك في عندك مشكله، تعالى انت ما بتلعبش، لا ميدو احسن منك. ليه يا هشام؟ لان انت مقصر في كذا وكذا وكذا. ثانيا اهم حاجه خليك جاهز لما تيجي فرصتك تبقى عشان تقول انا غلط او وجهه نظر فيك غلط. لما تيجي بقى النهارده فرصتك وتيجي تلعب انت قصرت، ما تلومش حد غير نفسك، ساعدني ان انا كمان اساعدك. لكن انت النهارده اللعيب بيحاول يعوض كل ده بالرغي. الثقافه مهمه جدا للعيبه. مفيش انا عايزك، مفيش يعني مثلا النهارده من ضمن احنا صعدنا في لعيبه تلعب معاك ممتاز بيه وفيها تلعب ممتاز، انت خدت الممتاز انت ما لا 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 شوف طول عمره بيكرهني يا سيدي، مش شرط القصه مش كده، خلي دايما القصه بيننا وبين بعض حب في الله بعيد عن الشغل. ان الشغل مع حدش يا كابتن ميدو دايما، ودي دايما بدخلها في شغلي، الناس تقول لي ايه لازمتها؟ علاقتك بينك وبين ربنا. انا برضو ده شغل، مجرد طريقه انك تاكل عيش حلال او تخش رزقك وبيتك كورس حلال. مش هتسال في كام ده، كنت مدرب كويس ولا كنت لعيب كويس؟ هتسال ثلاث اسئله، ربك مين، دينك مين، رسول ما بص فيك مين، هم دول اللي اشتغل عليهم. حط دول واشتغل، اتقي بقى ربنا في شغلك، اتعب على قد ما تقدر ومتهيألي انت كلاعب هترتاح. لكن احنا مشكلتنا انا عايز العب بس، عايز العب وانا ما بكتشف في التمرين، عايز العب وانا عندي مشاكل كتير، عايز العب وانا عندي دفوق، عايز العب وانا لعبت وكنت وحش فما اديش فرصه تاني. طب بص للراجل بيلعب ده، ايه الاسلوب اللي بيخلي المدرب بيلعبه فيه؟ ايه الطريقه؟ بالذات انا بقول لك تاني، انا عارف ان انا طريقتي صعبه جدا في الدفاع المتقدم، ده اسلوب صعب جدا، اسلوب صعب جدا انك تبدا ضاغط من حوالي من 60 ل 65 دقيقه ل 70 دقيقه في 90 دقيقه، صعب جدا. انا بحبش يا كابتن ميدو اكون ابدا رد فعل. جميل، انا احب اكون فاعل. جميل جميل قوي، بالذات ان انا مش اقلل من شان حد. شايف اللعيبه الا من رحم ربي، في 10 لعيبه شبه بعض، ما بقاش فيه اللعيبه اللي انا شايفها الافزاز اللي كانت موجوده قبل كده. والله كابتن انا كنت بحترمك يعني، زاد الله يعزك. لا ده مزوق، الله يبارك لك بجد والله العظيم. واكيد ربنا عارف القلوب وعارف الشغل وعارف التعب، فاكيد ربنا هيدي لك. الحمد لله الحمد لله رب. انا مش هتزعل على اي حاجه فاتت ابدا ابدا، متاكد ربنا هيدي لك، وحاجه جميله جدا ونموذج مشرف للمدرب. خلاص بقى احنا عدينا الشباب شويه، لا عشان بس تعرف يا جماعه والله العظيم في مدربين صغيرين دلوقتي. كابتن هشام خلاص يعني بيقولوا لي انت لسه خلاص، انا مش عارف مفهوم المدرب الصغير. الحمد لله اتشرفت بيك يا كابتن. الشرف ليا، مبسوط. الوقت جري بسرعه جدا، وكان نفسي اقعد معاك، عندي اسئله كتير جدا ليك لو ان شاء الله نكرر هذا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بارك لك ان انت تولى مسؤوليه كبيره كمان في مكان يليق بيك ويليق بفكرك ويليق باحترافك. الله يخليك، وانا متشكر ومشكر بقناه النادي الاهلي على استضافتي النهارده، وانا فخور ان انا فزتكم معاك يا كابتن ميدو. ربنا يعزك، تشرف اي مكانك، كتر خيرك، ربنا يخليك يا رب. نطلع نشوف تقرير عن محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي، نشوف قال ايه عن مستقبل بقى ضيفنا الكريم الكابتن الكبير الكابتن صديق الجمال. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب انتهاء مران فريق النادي الاهلي استاد برج العرب استعدادا لدور ال 32 الاهلي وجيما بطل اثيوبيا. بينضم لي في هذه اللحظات الكابتن محمد يوسف المدير الفني. يا كابتن يوسف ان شاء الله طبعا تكونوا موفقين في هذه المباراه انطلاقه باذن الله، تريحنا في مباراه العوده 180 دقيقه باذن الله يكونوا من نصيبنا، حطينا في الاجواء التركيز، الامور ماشيه ازاي يا كابتن يوسف مع فريق النادي الاهلي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جينا امبارح، يعني كان عندي اصرار ان احنا نيجي يوم بدري على اساس لعيبه تريح، عندنا ضغط مباريات، فبنقل المباراه لاستاد برج العرب، ففضلنا ان احنا نيجي ليله بدري، ودي عملت يوم ريكفري كويس لينا. مركزين طبعا، عندنا مباراه، بقول ان بطوله افريقيا طالما بتشتغل مباراة ذهاب وعودة لازم التركيز يبقى عالي جدا، كل مباراة لينا لازم يبقى التركيز عالي، لكن بطولة أفريقيا لازم نكون مركزين عشان المفاجآت، لازم نكون مركزين لما يكونش متوفر ليك معلومات كتيرة، لكن الحمد لله معنا 16 لاعب جاهزين رجالة، كلهم إصرار إن شاء الله إن احنا نعمل نتيجة طيبة في مباراة الذهاب بكرة إن شاء الله. وبكرر تاني دايما مباراه الذهاب والعوده بتنتهي بنهايه الصفاره بتاعه المباراه الثانيه، فمهم جدا ان ال 190 دقيقه اللي على ملعبنا نعمل نتيجه ايجابيه، نبقى مركزين، ندي انطباع كويس، نلعب اداء كويس، عشان دي هتفرق معانا في مباراه العوده، وهتفرق معانا كمان في المرحله اللي احنا شغالين فيها. لازم كل مباراه بنرجع ثقه جمهورنا فينا، بنرجع ثقتنا في نفسينا، اللعيبه بتحفظ
شغل اكتر. فنتمنى ان شاء الله ان بكره نكون موفقين ان شاء الله. مرحله مليئه بالتحديات يا كابتن يوسف، ويمكن التحدي الاكبر ان 16 لاعب معانا، يمكن دي ظروف بتمر على فريق النادي الاهلي، لكن ده بيخلق دوافع كبيره للعيبه، بينعكس عليهم في محاضراتك الفنيه وفي محاضراتك التحفيزيه. كلمت مع اللعيبه ازاي في الامر ده يا كابتن يوسف؟ احنا دايما بنتكلم فيه تركيز، بنتكلم فيه اصرار، ما بنتكلمش في عدد. خلي بالك النادي الاهلي ولا حتى البطولات مش بالعدد، هي ممكن يبقى معاك 16 بس 16 مركزين، و16 عندهم اصرار، 16 عندهم روح عاليه قوي. الموضوع مش بالعدد. فانا بالنسبه لي 16 لاعب، الظروف حكمت علينا كده، نتيجه كدنا 23 لاعب في القائمه الاوليه او قائمه افريقيا، وبالتالي وجود بعض الاصابات اخرها سعد سمير خسرناه في مباراه الجيش، فبالتالي لجأنا او بقى معانا 16 لاعب. لكن ان شاء الله انا مستبشر خير، وفي نفس الوقت ثقتنا فيهم كلهم ان شاء الله في محلها. وزي ما بقول احنا بنلعب على الفوز، بنلعب على اداء يرضي جماهيرنا، والاداء بيجيب النتيجه. فنتمنى ان شاء الله نكون موفقين، نتمنى نطلع بنتيجه كويسه. كنت هقول لك 3 نقاط عشان مباراه الدوري، لكن انا بتكلم في 180 دقيقه، ال 90 دقيقه بتوع بكره ان شاء الله نكون نتيجتنا كويسه ان شاء الله، تريحنا في مباراه العوده ان شاء الله. عارف ان في قراءات مستمره للفريق الجيم الاثيوبي سواء من محاضرات فيديو للعيبه، لكن بيتميزوا بايه؟ عندهم عناصر سريعه، عندهم خط اداري كويس، يعني من قراءتك كده كابتن يوسف؟ اول ما يميزهم الجانب البدني، مدار المباراتين اللي لعبوهم يمكن جبنا فيديو المباراه والاخرى شافها الكابتن عادل مصطفى، الجانب البدني عندهم مميز، فبيأدوا يعني على مدار 90 دقيقه. عندهم بعض طبعا الثغرات، عندهم راس حربه مميز، لكن في النهايه احنا بنشتغل على النقاط الضعف اللي عندهم، ودي مهمه جدا ان احنا نقدر نستغلها وبنلعب في ملعبنا. وطبعا بالنسبه للجانب الهجومي بتاعهم دي التعليمات طبعا لخط الظهر بتاعنا، وهنتكلم معاهم كمان اكتر النهارده ان لازم نهتم جدا بالمراقبه في ال 18 اللي عندهم راس حربه مميز، وان شاء الله نطلع بنتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. شكرا محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي، باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه لفريق النادي الاهلي. نتيجه مباراه الذهاب تريحنا باذن الله في مباراه العوده، في تلاحم مباريات كبير جدا، ويمكن كمان مباراه العوده هيبقى ليها ظروف خاصه عقب مباراه النجوم. النادي الاهلي هيتوجه مباشره الى اثيوبيا، هتكون رحله صعبه شويه على فريق النادي الاهلي، لكن باذن الله ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي، هنا تكون مباراه من نصيبنا، وايضا كمان 90 دقيقه الاخرى في اثيوبيا تكون من نصيبنا. جمهور النادي الاهلي عليه عمل كبير جدا بكره باذن الله، ان شاء الله باذن الله استاد برج العرب يتزين بجمهور النادي الاهلي، سند كالعاده ودعم كالعاده لكل فريق النادي الاهلي.